دكتور يا من توحشني لمحمد عثمان. رحمه الله كان تطوير الدور وإدخال الترديد الملحن لأفراد الجوقة على يديه. إذن هو أول من طور هذا النوع من الغناء. نعم، إنه مع أبي خليل القباني ورواد الموسيقى العديدين من أبناء حلب الشهباء، هم أهم ما صنعت الموسيقى العربية في القرن الماضي. لنستمع إذن إلى ما أحدثه محمد عثمان من تطوير في الدور، ونتابع رحلتنا أيضا مع لغة الزهور.
التالية دور ضيعت مستقبل حياتي من ألحان المرحوم سيد درويش. عبقرية موسيقية نادرة، وصل تطوير الدور على يديه إلى نهاية الغاية، ولم يضف من أتى بعده إلى شكل الدور أي جديد. لنستمع إذن إلى السيد درويش بحنجرة صباح فخري. Yeah.
والجوع علم فيني. سوا سوا اوه.
I'm
فوق الجبين يا ناس ملهوش بال.